هل تحلم بالعودة لأيام المدرسة؟ على الأرجح لا، إلا لو كنت تعيش في فنلندا. عندما يبلغ الطفل في فنلندا 7 أعوام يدخله أبواه إلى المدرسة، ولا يبذلون جهدا كبيرا في البحث عن مدرسة جيدة المستوى كما هو الحال في الدول الأخرى، لأن كل المدارس في فنلندا لها المستوى نفسه وكلها مجانية. يقضي الطالب معظم يومه الدراسي في القراءة أو مناقشة زملائه ومدرسيه أو اللعب معهم، ولا يأخذ إلى البيت أي واجبات تقريبا، ولا يمر بأي امتحانات مهمة حتى المرحلة الثانوية. كل هذا حسن جدا، لكن كيف سيتعلم هذا الطفل أي شيء؟ لابد أنه أقل كثيراً في المستوى من الأطفال الآخرين. المفاجأة أن الأطفال الفنلنديين يحرزون درجات أعلى من معظم أطفال العالم في الاختبارات الدولية. في اختبار بيسا مثلاً، وهو اختبار دولي في القراءة والرياضيات والعلوم، يجيء الفنلنديون الذكور في المركز 7 عالمياً، والفنلنديات في المركز 1. فكيف نجحت فنلندا في هذه المعادلة؟ حياة مدرسية سهلة من دون اختبارات أو واجبات، وطلبة متفوقون ودرجات مرتفعة في الوقت نفسه. فما هو سر المعجزة الفنلندية؟ يضع نظام التعليم الفنلندي الطالب أولوية له، فبدل التركيز على المعلومات التي ينبغي أن يتعلمها، يحاول الفنلنديون أن يجعلوا التعليم عملية ممتعة للأطفال، ولهذا لا يركز هذا النظام على الاختبارات أو التقييم، ويحاول أن يعطي الطفل منهجاً متكاملاً للنمو، يشمل الرياضة والفنون والمسرح والموسيقى، كما يشمل العلوم والتاريخ والرياضيات. يحب الأطفال اللعب، ولهذا يعتمد تعليمهم في فنلندا على الاكتشاف الحر للمعلومات في أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة. تشجع الفصول الدراسية في فنلندا على التعاون بدل التنافس بين التلاميذ، فيشعر كل طفل بالشجاعة للمشاركة في المجموع. وعلاقة المدرسين بالأطفال حميمية وشخصية، فليس المدرس مصدر سلطة كبيرا ومخيفا، وإنما هو أقرب لصديق يقضي ساعات الاستراحة مع التلاميذ وينادون باسمه الأول. يأخذ الطلاب الفنلنديون الكثير من الاستراحات بالنسبة إلى الدول الأخرى، فتصل فترة الفسحة في فنلندا إلى 1.25 ساعة موزعة على اليوم، وهو ما يساعد هؤلاء التلاميذ على التركيز، وتوفر لهم المدرسة غذاء متوازنا يضمن الحفاظ على مستويات الطاقة طوال اليوم. ولا تتكون الفصول الفنلندية من المكاتب المألوفة للفصل الدراسي، وإنما من أشياء كثيرة أخرى يمكن تحريكها وإعادة ترتيبها، كراسي البين باغ وطاولات بأحجام مختلفة وبعض الألعاب، وربما يجلس الطلاب على الأرض أحياناً. كل هذا بحسب الحالة التي يريدها المدرس في فصله، وبالطريقة التي تضمن الراحة للتلاميذ وتكسر الملل. لكن راحة التلاميذ ليست كل شيء، ولا تضمن وحدها أن يتعلموا بأفضل طريقة. لهذا تهتم فنلندا بالجانب الآخر لعملية التعليم، وهو المدرس. أن تصبح مدرساً في فنلندا ليس بالأمر السهل مطلقاً، فيجب أن تكون حاصلاً على شهادة الماجستير. ومن بين كل 10 متقدمين للتدريس في فنلندا يقبل 1 فقط، وهو ما يجعلها مهنة رفيعة في المجتمع مثل الهندسة والطب والمحاماة. ولأن المدرسون أكفاء، تترك لهم حرية تصميم المناهج بالطريقة التي يرونها مناسبة. لا يوجد منهج وطني في فنلندا يدرسه الجميع، وأكثر من ذلك، لو كان هناك مدرسان للتاريخ في مدرسة واحدة، فكل منهما سيدرس منهجه بطريقة مختلفة، لكن بالطبع ينبغي أن يغطي الاثنان مجموعة أساسية من المواضيع العامة أو الخطوط العريضة. كذلك لا
توجد اختبارات عامة على المستوى الوطني قبل المرحلة الثانوية، ولا تخضع المدارس للرقابة المباشرة وزيارات التقييم من مسؤولي الحكومة، وإنما يترك التدريس للمدرسين باعتبارهم مهنيين ذوي تعليم مرتفع، بالضبط مثلما تترك ممارسة الطب للأطباء في عياداتهم الخاصة بعد أن يصبحوا مؤهلين لذلك. يعمل المدرسون في المتوسط عدد ساعات أقل كثيرا من مدرسي الدول الأخرى، نحو 32 ساعة أسبوعيا، بينما يعمل نظراؤهم في الولايات المتحدة الأمريكية 40 ساعة. وبعض المدرسين البريطانيين قد يصل عمله الأسبوعي إلى 60 ساعة. يترك هذا وقتا للفنلنديين من أجل التركيز على نموهم الشخصي وتحسين أدائهم في المدرسة. تصبح المناهج شديدة المرونة بسبب تركها في أيدي المدرسين. تركز المدارس الفنلندية على تعليم الأطفال بصورة متكاملة، فلا تعزل كل علم عن غيره ليدرس الطفل الرياضيات والفيزياء والكيمياء بصورة تلقينية، وإنما تقدم لهم هذه المواد مترابطة مع الحياة العملية. تركز المناهج على المهارات أكثر مما تركز على المعلومات، وتقدم مسارات مرنة للطلبة. فبدل أن يختار الطالب مثلا دخول الثانوية الفنية وعمره 15 عاما، فيتحدد مستقبله كله بناء على هذا القرار المبكر. يمكن للطلبة في فنلندا التحرك من نظام إلى آخر، ثم العودة مجددا أو دراسة مادة فنية يحتاجونها بين مواد نظرية أخرى أو العكس. وبهذا النظام غير المألوف للتعليم في فنلندا، وصلت في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة إلى المركز الأول في التعليم، مناصفة مع الدنمارك وأستراليا ونيوزيلندا. استطاعت فنلندا أن تحقق نظاما يؤدي وظيفته بكفاءة، وممتعا للأطفال، ومجانيا تماما في الوقت نفسه. فهل ترى النظام الفنلندي قابلا للتطبيق في بلدك؟